الجوية بتقول النهاردة إنه الطقس بكرة مستمر على نفس هذا المستوى، هتبقى ممطرة على السواحل الشمالية. عدم الاستقرار ده مستمر. هو المرة دي المسألة مكثفة جدا، يعني الجو والبرد مكثف بشكل كبير. البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري أكتر المناطق اللي هتتأثر بكرة بالأمطار. درجات الحرارة طبعا، يعني إيه، أنا فاكر الحكاية دي من شتاء 2017 و2016، كان هما مش فاكر 16 ولا 17، بس هو يا 16 يا 17 كان الشتاء النموذج. يعني برضو قعد شهر ونص كده ولا حاجة. أنا من محبي الشتاء، بيقولوا لي محبي الشتاء تاني. بس الشتاء كده كبير يعني، زيادة عن اللزوم. زيادة عن اللزوم، مكثف جدا جدا جدا. يلا ما نشوف هيحصل ايه. طيب احنا دلوقتي كمان معانا على التليفون الدكتور ابراهيم عطا. برحب بحضرتك معانا يا فندم، متحدث باسم هيئة الارصاد. ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ شريف. مساء النور على حضرتك، وبمسي على جميع الساده المشاهدين، مشاهدين قناه ام بي سي مصر. اهلا وسهلا بكم يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني هي فكره عدم الاستقرار والنوبه من البرد والكلام ده، هي بقت عرض مستمر في الواقع. الامور هتتحسن شويه امتى؟ يعني هناخد استراحه امتى وبعدين نرجع تاني نكمل؟ مش مشكله. يوم السبت استراحه زي ما حضرتك قلت كده. هيكون في تحسن ملحوظ جدا على كافه انحاء، خاصه السواحل الشماليه هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، هيكون في سطوع ملحوظ للشمس، هتكون في انخفاض في شده الرياح المؤثره، هتكون حركه الملاحه البحريه في البحر الابيض المتوسط مواتيه جدا. ده يوم السبت ان شاء الله. فاحنا كده ثلاث اربع خميس جمعه عرض مستمر. عرض مستمر مع تقدم كل يوم بتخف الحده بتاع الموجة. يعني غدا احسن من النهارده، بعد غد احسن من غد. ان شاء الله رب العالمين احنا بنمر باجواء شتويه بامتياز. ولكن انا يعني باكد على معلومه، ارجو ان الساده المشاهدين يهتموا بالكلام اللي بقوله ده. في اقصى درجات عدم الاستقرار اللي بتمر بها البلاد في فصل الشتاء، فالجو بالنسبه لنا اذا ما قورن بالاجواء في المناطق الاوروبيه او المناطق المحيطه، فاحنا في نعمه ما بعدها نعمه يا فندم. بس البرد المصري برد يعني ايه؟ العشره بتاعتنا مش زي العشره بتاعتهم. والله ساعه سطوع شمس في النهار بتكفي قوي، تدي شحنه للجسم من الطاقه. وبعدين الجو البارد احنا لازم نكون عندنا ثقافه التكيف مع الطقس. الجو البارد امتع في الشغل، بيساعد على زياده النشاط والحركه والحيويه. ولكن هو يا فندم زمان الواحد كان بيشتي في الهدوم ويتقل من سبتمبر ولا من اخر سبتمبر، كان اللي بيبقى بيستنى بعديها شهر بيبقى بطل. احنا دلوقتي بنخفف في ديسمبر، بس بيبقوا شهرين فيهم يعني مكثفين جدا. بس ما ننساش ان في الموضه اللي بتتقال والصيحه اللي بتتقال على مستوى العالم كله، التغيرات المناخيه، وهو دي حقيقه واقعه، ان تدخل العامل البشري في الجو وفي الغلاف الجوي وزياده نسبه الملوثات والانفجارات اللي بتحصل وحريق الغابات والحاجات دي كلها، ربنا ربنا يخفف على الجميع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. ربنا يخفف على الجميع، سواء حر او شتاء اللي احنا عايشينه اليومين دول.